متى وقت الدعاء في يوم عرفة؟ من وقت الفجر إلى المغرب، واجتهد خاصة من ظهر يوم عرفة إلى مغرب يوم عرفة. طيب كيف أدعي وكيف أبدأ وش أقول؟ راح أعطيك طرق احرص عليها، فهي سبب لاستجابة دعواتك. قبل تدعي سبح الله 10 مرات، واحمد الله 10 مرات، وكبر الله 10 مرات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن. قال: تسبحين الله 10، وتحمدينه 10، وتكبرينه 10، ثم سلي حاجتك فإنه يقول: قد فعلت، قد فعلت. ثم قل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول هذا الدعاء ثم دعا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبعدين ادع بأي شيء أنت به وأي شيء أنت تتمناه، وحاول بعد ما تخلص كل مسألة تقول يا حي يا قيوم. يعني مثلا تقول: يا رب أبي الشيء الفلاني يا حي يا قيوم، وتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. يعني مثل تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عفو اعف عني. فهذا بعد من أسباب استجابة الدعاء. طيب أنا ما أعرف أدعي أو أخاف أنسى شيء، ما في معنى ترى أنك تكتب ورقة خارجية أو حتى بالجوال، أو حتى لو تكتفي بدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها من أسباب استجابة الدعاء، وكلمات بسيطة لكنها تشمل الدنيا والآخرة، وهذا البعض منها. احفظها عندك وقل بها مع دعائك. خلاصة الكلام: قبل الدعاء سبح الله 10، واحمده 10، وكبره 10، ثم قل: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد ما تنتهي من كل دعاء تقول يا حي يا قيوم، ومع دعائك تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى.